السلام عليكم، نتمنى الفيديو ديالي يلقاكم بصحه جيده وفي احسن الاحوال. الفيديو ديال اليوم هو وصفات بالبطاطا او مقبلات بالبطاطا، كيجيو لذادين بزاف، ساهلين في التحضير، تقدروا تقدموهم مع اي طبق عندكم، ساهلين في التحضير، ما كياخذوش الوقت بزاف، والمكونات ديالهم جد بسيطه. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا طريقه التحضير والمقادير. كيف ما كتشوفوا، غادي ناخذ بطاطا غنديرها تسلق مع شويه ديال الملحه. ملي غادي طيب لينا غادي نصفيوها وغادي نخليوها حتى تسقطر لينا مزيان، وغادي ناخذ واحد الاناء وغنديروا فيه ديك البطاطا ديالنا وغادي نمعكوها مزيان. كنرجعوها بوري، من بعد ما معكناها غادي ناخذ دابا نديروا التوابل. غندير شويه ديال الفلفل الاسود، غادي نزيد عليهم شويه ديال الملحه، كيبقى على حسب الذوق وعلى حسب الكميه اللي دايرين نتوما. غناخذ معلقه ديال الزبده كبيره وغادي نذوبها، غنزيد على داك الخليط. غناخذ قزبر معدنوس واحد المعلقه كبيره، من بعد غادي ناخذ صفار بيضه، غناخذو غير صفار ما غاديش نديرو البيضه كامله، وغادي نخلطو دوك العناصر مع بعضياتها كامله. اللي عندكم البنات حتى الكوزه تقدروا ديروها، غير ما متوفراش عندي، كتعطيها واحد اللذه زوينه. كنزيد الطن وكيبقى اختياري، نتوما اي حاجه تقدروا تزيدوها، لا بغيتو ديروا حتى لي شاركوتري كيجيو زوينين فيها. انا متوفر عندي الطن درت، وغديروا تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال الجبن، كيبقى اختياري. كنخلطوا دوك العناصر مزيان مع بعضياتهم كيف ما كتشوفوا، وغادي نخليها ترتاح واحد 5 دقائق عاد باش غادي نشكلها. من بعد دابا غنزيدو جوج معالق ديال الخبز المحمص لا شابلو، وغادي نخلط دوك العناصر كلها مع بعضياتها حتى كيتجانس ليا الخليط. من بعد كناخذ واحد المول، كيبقى اختياري اي مول عندكم، ومن بعد كندهنو بشويه ديال زيت الزيتون وكنحط فيه داك البطاطا ديالي كيف ما كتشوفوا. كنوزعوها مزيان باش تاخذ لينا ديك لا فورم ديال داك المول. كنقادها مزيان، ومن بعد كنحطها في اللاطه ديالي اللي كنكون مفرشه ليها ورق الطهي من قبل على هذه الطريقه كيف ما كتشوفوا. وهايا كنعاود نفس الطريقه، كندهن داك المول وكنحط فيه داك الخليط حتى كنكمل هذيك البطاطا ديالي كامله. كيف ما شفتوش الطريقه ساهله وبسيطه بزاف بزاف، وما كتاخذش لينا الوقت. نستمروا على هذه الطريقه حتى كنساليوهم كاملين. كيف ما شفتوا من بعد ما كملتو، كناخذ مازال شويه من داك الخبز المحمص، كنديروا فوق هذوك البطاطا، كنوزعوا عليها كامل. كيعطيها واحد القرمشه زوينه هاد لا شابلو. فاش كنساليوهم كنديروا شويه تقطيرات ديال زيت الزيتون من الفوق، صافي
وكنشعل الفران ديالي على درجة حرارة 220 من الفوق لتحت، كنخليهم يطيبوا تقريبا 15 دقيقة كيكونوا واجدين، ما كياخدوش لينا في الوقت بزاف. كندوز دابا لطريقة تانية، كناخد البطاطا كنقطعها على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا، تكون غليظة شوية، الكمية على حسب الأفراد اللي عندكم. كيف ما شفتوا معايا غندير شوية د الماء يغلي، غادي نحطها كيف ما كتشوفوا، غنزيد حتى هي شوية ديال الملحة وغادي نخليها تغلي واحد 5 دقائق صافي. من بعد في الأثناء غادي ناخد واحد معلقة كبيرة ديال الزبدة، غادي ندوبها في هذيك الكاسرونة ديالي. من بعد ما كتدوب ليا الزبدة كيف ما شفتوا، غادي نزيد عليها الثومة، تقريبا درت هنا 3 دريوس كبار ديال الثومة، غنزيد عليهم واحد المعلقة كبيرة ديال الازير، وغنزيد تقريبا معلقة كذلك ديال الزعتر، شوية ديال الملحة وشوية ديال الفلفل الأسود. غادي نخلطهم مع بعضياتهم وغادي نخليهم تقريبا 1-2 دقائق، ماشي بزاف، وغادي نطفي عليهم. من بعد غادي نصفي داك الخليط ديالي، كيف ما شفتوا غادي يكون منسم مزيان، غتكون ديك الزبده منسمه، كيجي فيها واحد المذاق رائع بزاف بزاف. غادي نزيد ديك البطاطا ديالي وغادي نخلط دوك العناصر مع بعضياتها حتى غيتجانس ليا الخليط ديالي، وغادي نديرو ديك الساعه في الفوق على درجه حراره 180 تقريبا، كياخذ 25 دقيقه. هاو الشكل النهائي ديالهم كيفاش كيجي، وكيجيو رائعين بزاف بزاف شكلا ومذاقا. كتجي ديك الطبقه الفوقانيه زوينه مقرمشه بهذاك الخبز المحمص. نتمنى يعجبوكم البنات وتجربوهم. بالنسبه للشكل الثاني هو كيف ما شفتوا، كتجي محمره وزوينه وفيها داك البنه زوينه ديال دوك الاعشاب. نتمنى الوصفات ديالي اليوم يعجبوكم، تشاركوهم مع الاصدقاء ديالكم. كيف ما كتشوفوا غادي نجرب معكم وحده نقطعها، كيف ما قلت لكم من برا مقرمشه ومن الداخل رطبه، وكتجي زوينه بزاف بزاف. نفس الشيء بالنسبه للشكل الثاني او الوصفه الثانيه، الى عجبكم الفيديو ديالي ما تنساوش تشاركوه مع الاصدقاء ديالكم، واللي دخل عندي اول مره وما مشاركش في القناه وعجبو الاطباق ديالي يشارك معايا وفعل الجرس باش يوصلوا كل ما هو جديد. ما تنساونيش من لايكات وخليتكم على خير، والى فيديو قادم ان شاء الله.